سلام خوتي خواتاتي، غنبدا لكم بهذا الفيديو. هذا القد فيديو قصير ديال واحد السيده مولات القناه بنت لاله حاده. واحد القناه انا ما صراحه ما عنديش باش علاقه، غير كنتفرج فيها كتعجبني بزاف. كتبيع المسمن في الزنقه وكتبيع المسكينه داك الشيء المسمن بغرير كل شيء كتبيعه باش كتعاون راسها. وهذه السيده هذه مولات الروتين اليومي قالت لك لا سيدي، انا هذه الطريقه باش غادي باش غنعيش ونخرج من الفقر. وكتشبه راسها بفتحه روتيني اليومي، قالت لك علاش هما ما تعيروهاش وانا تعيروني. واش نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وتبعوا كنا بغينا نخرجوا للسوق، بغينا حتى حنا نتقداو غير شي حاجه كانت خاصانا. مشينا للسوق، تعرضنا لواحد الهجوم كبير من طرف شي بنات وشي دراري، والسوق كامل بدا تيلوم فينا. انا بغيت نفهم واحد الحاجه، واش 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 السوق شي واحد فيا؟ واش انا جيتي سي محمد عافاك، بغيت نفهم غير واحد الحاجه، علاش تعرضتوا ليا وعلاش درتوا لي داك الهجوم كامل وعلاش درتوا لي ديك الفضيحه كامله وديك الشوهه كامله وديك الحاله كامله؟ اش درت لكم؟ اشنو هو الذنب ديالي؟ ربما الناس كيشوفوا فاش تعرضتي لهذا الهجوم بان ما عجبهمش داك الشيء اللي كديروا. الفيديوهات اللي كنديروا حتى من الفيديو فاش كنا تنبكي وكنا كنشكيو، ديك الساعه جو عاونا وجوكم معنا وجو ساندونا، ماشي حتى درت حاجه عاد تجي بنادم تقول لك عاد يجي يوقف عليك. انا ما درت حتى حاجه، ما نساش منكم داك الهجوم، ما نساش منكم داك الشوهه وداك الفضيحه اللي درتوا ليا. شنو واش ضربوكم ولا شنو؟ عاودي لنا شنو وقع. لا ما ضربوناش، كنا هكا غاديين في السوق، وواحد جوج ديال ثلاثه ديال البنات بداو تيقولوا والو تيني اليومي واش هو. كنتمنى ان شاء الله انكم تفهموني. انا قلتها وعاود قلتها وعاود قلتها، بنتي ما دارتش داك الشيء حيتاش بغات ولا حبا فيه. اللي خلاها دير هذوك الفيديوهات بحال هكاك هو القهر، هو الجوع، هو الكرا، هو انا مهرسه من ظهري ما كنقدرش نخدم، وباها متخلي عليها. ونادينا بزاف ديال الناس، حتى شي حد ما دار فينا، حتى شي حد ما استجب لنا. ناديت الجمعيات ما خليت حتى حد ما تصدق ليا. شنو وقع في السوق؟ شنو اللي وقع سي محمد؟ كنا خارجين وصلنا للانزكان، هما يتبعونا واحد ثلاثه البنات. اول حاجه لابسين مزير وحالتهم حاله والشعر عريان وحالتهم حاله، هما في الشارع بداو تيعيروا مولات روتيني اليومي اكذا اكذا. ضربت انا بحال هكا وانا نقول ليها، قلت لها اختي ما تعجبيش، لان الدنيا والوقت والزمن تيدور، ما عرفناش واش ما عرفناش زعما من هنا غدا شنو يوقع. صافي بدات تعاير فيا انا، صافي خرجت هبطنا في حالتنا، تبعتنا للسوق بدات تغوت هي، بدات تغوت اللي جات معها تغوت، هو تيغوت. صافي بداو تابعين شي لا بدا تيسبونا راتيني اليومي وشوها وكذا وكذا وكذا. وراه مشكله، انا اللي بغيت نعرف واش حنا بوحدنا اللي عندنا الروتين؟ ربما الناس راه كلشي عارفين السوشيال ميديا شنو فيها، علاش واش عند الحق شي واحد باش يحاسبني ولا باش يوقفني؟ الحمد لله انا تنقولها وتنعاود تنقول، الله ينصر جلاله الملك، الله ينصر جلاله الملك، والله يخلي تاج على راسنا. خرجنا من السوق ما خفتيش ديك المحضر انا كتعرضي للاعتداء علاش غادي نتعرض للاعتداء؟ علاش؟ الله ينصر سيدنا، تنقولها وتنعاودها، الله يخلي تاج على راسنا ولي حامينا، لان تجمعوا عليك يعني. علاش واش عند شي واحد اسم محمد الحق باش يجي يوقفني؟ لا ما كاين حتى شي واحد ما عندهاش الحق. انا
الدراري انهم دبروا على راسهم باش يمشيو باش يمشيو يدخلوا للحبس، حيتاش مادام انهم حقروني وعايروني بداك المعيار وداروا لي ديك الشوهه في السوق انهم دبروا على راسهم. يعني حاولوا يعتدوا عليكم بطبيعه الحال. هذيك راه حاجه باينه من طبيعه الحال، هذيك راه حاجه باينه. انا راه ما ديت حتى شي واحد شي حاجه، انا تنقولها وتنعاود نقولها بنتي، ولا انا راه ما ديت حتى شي واحد شي حاجه. انا حاجه حسيت بديك بديك الوقت الحقره. علاش الانسان تيحقرك؟ علاش ما شافوش البنات فاش كانوا تيبكيو؟ علاش ما شافوهمش فاش كنا جالسين سيمانه وحنا بلا ضو بلا ما؟ علاش ما شافوناش فاش كنا نعسين في الزنقه؟ علاش حنا حقارين؟ علاش حنا ما تنلتمسوش ما تنشوفوش خونا ملي تيكون طايح؟ علاش تنشوفو خونا ملي تيبغي ملي تيبغي يقول للناس؟ راه انا قلتها لكم، قلت لكم بنتي فاش جات دوك الروتين راه بحال هويا فاش ناضت تتشطح وقالت لكم خوتي المغاربه انا بغيت نولي راقصه، بنتي قالت لكم بغيت ندير الروتين، علاش؟ باش تعاونوها. ماشي دارت حبا فيه او لا بغات. وتنقول هذوك الدراري راه انا ما ديت حتى شي واحد شي حاجه، وانتم راه تعديتوا عليا والله يسر جلاله الملك، والمخزن هو اللي غادي يفصل بيني وبينهم، حيت ما عند حتى شي واحد الحق انه يجي يوقفني ولا يهضر معايا ولا يقول لي حتى كلمه قدك، حيت اي واحد دار شي حاجه راه كاين المخزن يعني والقانون فوق الجميع. درتي شي شكايه؟ من طبيعه الحال درت فيهم شكايه وما تعاتقش انا وياهم، حيت انا ما ديت حتى شي واحد شي حاجه. اي واحد هما شحال تقريبا؟ هما جوج دراري. جوج دراري هما جوج دراري وثلاثة البنات. ربما تجمعات جوج. من بعد كل كاين الناس اللي جايين تيشوفوا بيعرفوا شكون هاد المراكشية صافي هادشي اوكي. اما اللي عندهم المشكل ثلاثة البنات وثلاثة الدراري، وانا صورتهم درت لهم فيديو وديت للسلطات وهما غادي ان شاء الله ياخذوا لي حقي منهم، حيت حنا ماشي في بلاد السيبه، حنا في بلاد الحق والقانون. انا ما ديت حتى شي واحد شي حاجه وقلتها وعاودتها، تنقول للشعب المغربي انا تنعتذر منكم الا شفتوا بنتي في شي حاله خايبه، لان الجوع والقهر والحمد لله حنا في المغرب باقي ما عندنا حتى شي حق بالنسبه للمراه تلقى ما عندها حتى شي حق، وبالنسبه لها هي كبنت كشابه ولا كوحده يلاه كتكون راسها راه الله غالب. راه قلنا لكم راه الجوع راه القهر راه الكرا راه ما عندناش، راه ما عندنا حتى شي حاجه وباها ما خلي عليها، وعاود قلتها وعاود قلتها ولكن للاسف ما كاين حتى شي حاجه. فاش كانوا دوك الشهود دوك الفيديوهات كلشي دايبو، راه تنقول لكم عباد الله انت اللي انت اليوم حاضن على بنتك وغدا تموت وتقدر دير انت بزاف ديال الحوايج، انت اليوم حاضن على ولادك وغدا ما عرفتش شنو يوقع لهم. ما عمر الانسان ما يتعجب، راه كلشي في الدنيا. وانا تنقول على الشعب المغربي تنقول لك انا اعتذر منكم، انا كنتمنى ان شاء الله من هنا للقدام انكم تشوفوني في صوره حسن وانكم تشوفوني في صوره زوينه، لا انا ولا بناتي. وانا راه ما محشمه من المغرب، ما مطيحه المغرب، حيتاش نتوما دخلوا للسوشيال ميديا وشوفوا شنو كاين فيها، والقانون على كل شيء. وتنقولها لهذوك الدراري ولا واحد اخر يسخن عليه راسو، راه كاين المخزن في البلاد، وانا هذوك الدراري راه بيني وبينهم المخزن، حيت ما عند حتى شي واحد الحق انه يجي عندي باش يهضر معايا. حتى السلام تاع الله الا ما بغيتش نتشارك مع 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 واحد ما تعرفوش ما صافي. ولكن انا ما ديت حتى شي واحد شي حاجه، وهما حقروا عليا ما ديت لهم حتى شي حاجه، الله ياخذ فيهم الحق. والمخزن راه بيناتنا. حسيت بالحقره، حسيت بانك انكم حقرتوني اخوتي المغاربه. انا قلت بالنسبه للناس تقولوا انا غلنا عليك وبزاف ديال الحوايج، انا كنت طلعت حتى انا اصلا في العصب ومرضى بالاعصاب ما تنستحملش واحد حقرني. قلت الا بتغيروا عليا الا جنا الحق بيتغيروا عليا. فاش جا دقوا فاش من يجي يدقوا عليا منكر نقول لي ما عنديش الفلوس، فاش تخوى لي الثلاجه ماشي فاش ندبر على راسي وندير شي حاجه اللي تكون بيني وبين البشر غير التليفون، تكون بيني وبين البشر غير التليفون يشوفني غير من الشاشه. هادي هي الخيرات ديال الصح. انا دابا راه كنترعد، انا اصلا في العصب وما كنقدرش شي واحد يحقرني اولا شي واحد يقول فيه شي كلمه ماشي مزيانه. دابا دابا واخا حقروك راه كاين المخزن. ولكن هما علاش هاجموك؟ ربما ما عجبهمش يعني دوك الفيديو. انا ما تيعجبوش علاش ما يهاجبوش هويا وفاتحه ولاد روتين اليومي وغيتا وبزاف ديال اليوتيوبرز، علاش ما يهاجموهمش؟ على زعما جانا حيت قصور غيهاجموني ولا شنو؟ اوبليجي خاصنا نهضروا عليهم. اما هادشي انا قلت لكم دوك الفيديوهات داكشي مشى فات، حنا دابا في ايام جديده وفي حياه جديده وفي محتوى جديد، وكنتمنى منكم انكم تدعموني. ماشي قلت لكم انا دعموني بغيت ندير روتين، لا قلت لكم دعموني الله يجازيكم بخير في محتوى نقي. صافي هادشي اللي قلت. حنا ما كاين حتى شي حاجه د العين الا دخل بنادم تيك توك عادي ما فيه حتى شي حاجه د العيب. فين كما فين شي فيديوهات هذوك انا قلت لك اسم ايه قلتها لك قبيله، قلت لك انا هذوك الفيديوهات كلشي غندير لهم خاص حيت ما فيديوهات ما والو داكشي حيدو. حنا تنهضروا على دابا، على دابا ما كاين حتى شي حاجه ديال العيب. وقول لهم بالنسبه لفاش تحت الزنقه صافي داك النهار رجيت لان تعصبت صافي ما باقيش صافي مرض. علاش؟ حيت حقرونا، حيت حقرونا. ايوا هادشي اللي كنتمناو من الله
شاف الجميع، واي واحد تعدى عليا ولا على اي واحد من غير